متتبعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تنستضيفوا فيه السي عبد الحق العبوقي نائب الكاتب العام الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، من اجل مناقشه الانتفاضه تاع بعض مهني النقل الطرقي على المذكرات اللي تتصدرها وزاره الداخليه مره من اجل تنظيم قطاعات سيارات الاجره. علاش هاد مهني النقل ينتفضون ضد هذه المذكرات وشنو المؤاخذات ديالهم عليها؟ الى جانب هذه النقطه نناقش موضوع البطاقه تاع مهني النقل، واش تقدم شي خدمات اجتماعيه لمهني النقل الطرقي وخاصه يعني سائقي سيارات الاجره. سي عبد الحق مرحبا بك. شكرا لكم. دائما فيما تصدر وزاره الداخليه مذكره من اجل تنظيم قطاع سيارات الاجره تيخرجوا بعض المهني تاع النقل الطرقي وخاصه قطاع سيارات الاجره تينتفضوا تيقولوا لا المذكره ما تمش التشاور ديالنا. علاش هذا الموجه الغضب دائما من المذكرات التي تصدرها وزاره الداخليه؟ الا سمحتي يا استاذي، مذكرات اللي كيطيحوا بحال الاوراق ديال الاشجار في الخريف كنشوفوا المذكره 122 وتتاليها 336 كذلك 444 اللي بعد الجلوس مع النقابات الاكثر تمثيليه طبعا الداخليه اللي كانوا هذوك الجلسات الماراثونيه في الخلاصه خرجوا بهذيك المذكره 444 فكنتفاجئوا بالداخليه كتصدر واحد المذكره 750 اللي جائره بصراحه بحق المهنيين بجوجهم، لا بالنسبه للمستغل الممارس يعني هو اللي كيخدم بيدو الا توفى مثلا وبدات هذيك العقد اللي داير مثلا مع مول المعدنيه 12 سنه وداز سنتين وتوفى لا قدر الله، كي الوليدات ديالو كيخص يكون عندهم رخصه الثقه ولا كذلك البطاقه المهنيه الوليدات ولا بنياته ولا الزوجه ديالو، هذا جائر في حق المهنيه. يعني هذه المؤاخذه ديالكم على هذه المذكرات المفروض ياخذوا ادوي الحقوق على الاقل بعدا تتكمل على العقده. النقطه الثانيه وهي اللي بصراحه هي جائره في حق السائقين المزاولين، المفروض خاص تنتبه لهذا الامر هذا. فالسائقين المزاولين هما اللي كيستحقوا هذه المعدونيات، الناس اللي في نهايه العمر ديالهم المفروض يعطيهم رخص ماشي يربطوهم مع المستغل الممارس. لا، هذاك السائق المزاول عطيه بوحدو، عطيه كوطا، ما تقولش لي لا خصك تقيد في واحد السجلات ونتسناو حتى تكون شي معدونيه شاغره، يعني شاغره هي تحيدات لواحد السيد. وعلى الاقل تما كاينه خطوه، يعني خطوه في هذا الاتجاه هذا، لان الوقت ما كانش السائق المهني يبقى خدام وما عندوش هذا الامل، دابا راه تفتح شويه الامل. اي ولكن علاش من الامل استاذي، علاش ما يكبر؟ بغينا احنا كمتتبعين بغينا يكبر ويزيد اكثر، لماذا ترجع الكوطا اللي كانت كتعطى المهنيين وياخذوها المزاولين السائقين المزاولين بلاص ما يبقى يتسنى مثلا 10 سنين ولا 12 سنه ولا 20 سنه، غيبقى يتسنى سنتين ولا ثلاث سنوات. تخاد مثلا ما يمكنش نجيو نعطيو الرخص، تخاد مثلا مقاييس ومعايير، نقطه على كل سنه في العمر، نقطه على كل سنه في الخدمه، نقطه لكل طفل، نقطه للزوجه، نقطه على كان كاري الدار ولا لا، هذو كلهم نقاط يعتمدوا بحال باريز. عندنا علاش خصنا ناخذ نموذج الناس المتقدمه، فما ناخذوش اللي قل منا، خصنا الناس اللي مشاو بعيد في هذا القطاع هذا. لماذا؟ البعض يقول بان انتم يعني كمهنيين النقل الطرقي ولا البعض منكم يعني من عشاق الوقفات الاحتجاجيه والمسيرات، يعني كل ما صدرت الحكومه ولا الوزاره مذكره باش تنظم القطاع الا تخرجوا تنتفضوا، واش هادشي بصح ولا مش بصح؟ هذا الامر استاذي حنا تكلمت عليه في البدايه ديال البرنامج ديالنا، تكلمت على ان المذكرات صدروا بحال الشتاء. يعني المفروض هذه المذكره 750 المفروض الجلوس مع المهنيين كلهم. ولكن انتم بزاف، انتم تكتلات، هما المركز الاكثر تمثيليه، يعني شوف جمعيات. شوف استاذ، واخا نكونوا بزاف، ملي غنبغيو نقادو حتى ملي في 2007 ملي كانت جاده وباغا الدوله مدونه السير، يعني راه جلسات مع المهنيين وكانت واحد المبادره اللي كبيره ديال لجنه التنسيق الوطنيه اللي كانوا فيها 64 جمعيه ونقابه، اللي بالمناسبه ان سناو مع الخمسة الوزارات، وزارة الجهاز والنقل، وزارة الصحة، وزارة السكن والتعمير، ووزارة الصحة، وكذلك الداخلية، هادو كلهم سناد معاهم المهنيين على أساس باش هذاك الشق الاجتماعي يدخلوا ليه من الباب ديال البطاقة المهنية. ها البطاقة المهنية هي سهلات كتعاود ثاني تجدد
بدون نتيجه، يعني ما استفد المهني ولا حاجه. هضرت على البطاقه المهنيه، ابسط الاشياء اللي كانوا تيطالبوا بها المهنيين من جانيه تاع البطاقه المهنيه. دابا الناس المهنيه تاع يعني شي فورات عادي، شي فوره عادي في الطاكسي تيمشي تيقول لي خصك تادي الواجب تاع البطاقه المهنيه. يعني انتم كنقابه شنو هو اللي كاين؟ كاين خصاص في وزاره الجيزه والنقل، كان دار داك الشباك الاوتوماتيكي، وهذاك الشباك ما خدمش، لان يعني اغلبيه ديال ملي تبدلت الوزاره تحبس، فوضوا الامر للتكوين الخاص. والتكوين الخاص ماشي كلهم دايرين معهم اتفاقيه، مع البعض ما دايرينش مع كلهم اتفاقيه. انا مثلا التكوين المهني داير معك اتفاقيه على اساس باش يجيو السائقين المهنيين يدوزوا عندي بالمجان. والدوله كتخلصهم. فهادو قلال ما كثارش في بالاضافه ان هذا التكوين هذا المفروض الدوله هي اللي تكون. يعني ماشي عند مثلا التكوين المهني ديال مؤسسه تابعه للدوله. علاش غنمشي للخاص؟ علاش غنمشي وهذه البطاقه بصفه عامه؟ البطاقه يعني تيقول لك الشيفور تاع الطاكسي، هذه البطاقه المهنيه باش نافعاني هذه البطاقه المهنيه؟ ولا حاجه. ولا حاجه، ما دارت حتى شي حاجه الا هذه المذكره 336 اللي شارت في الشق الاجتماعي ان خاص تكون عندك البطاقه المهنيه الا بغيتي تم الولوج ديالك للضمان الاجتماعي. هذا ممتاز، ولكن والدعم الحصول دابا على الدعم اللي تعطيه الدوله مره على حسب الاسعار المحروقه. هذاك الدعم بالنسبه للمستغل ومن يسوق معه. يعني المستغل تعطى المستغل، ما تعطى الشوفور تاع الطاكسي. الاغلبيه الناس خادوا يعني. الا ولكن الدعم تيتقدم للمستغل تاع السيارات. نشيروا لهذه المساله هذه ديال البطاقه المهنيه، ما عطات ولا حاجه المهني، ولا هي كيعاودوا فيها، كاين اللي دارها بالمجان، كاين اللي دارها مؤدى عنها، ولكن ما عطات حتى شي حاجه. المفروض لما لا يكون السكن الاجتماعي، الصحه هي هادشي اللي كانوا يهضروا عليه في ابان هذاك الموجه تاع الغضب من المدونه تاع 2007. دابا راه سنين سنين راه يموت قوم وعيش. هذاك الشيء علاش كنقولوا احنا كمهنيين، وكما شرتي ان قلتي لي احنا بزاف، احنا بزاف، ولكن يكون عندنا واحد التصور. مثلا تصور بغينا مثلا يكون عندنا واحد قانون منظم ديال المهنه، ويكون متطور باش نواكبوا العصر، ويكون تشارك فيه كل الفعاليات، صحافه، مجلس المدينه، العمالات، العلم، الجماعات القرويه، الجماعات كلشي الحضاريه، كذلك المجلسين، مجلس مستشارين والقبه ديال البرلمان. ولما لا نفكروا في اعاده تحيين الظاهره 63، منظم القطاع ديال النقل العامه، حيث فيه واحد الشطر اللي فيه الطاكسي ما عمره ما تمش. دار الكيران، داروا لي كاميو دوك ديال البضائع، الا قطاع سيارات الاجره. فهذه فرصه ان نعدلوا الظاهر ديال 63. يعني بالنسبه لك حال الوقت لتعديل الظاهر 63؟ حال الوقت، لان غنبقاو نهضروا على الدوريه ديالنا، ما غنتفاجئوا دابا غنسمعوا شي دوريه اخرى خارجه ثاني بشي رقم ما عرفتش من رقم. هضرت على مجلس المدينه الدار البيضاء، المؤاخذات اللي تياخذوها اصحاب السيارات الاجره تيقولوا بان هذه المشاريع يعني اللي تتعرف الدار البيضاء على مستوى حركه التنقل هي منافس شرس بالنسبه لنا، وبانه الحلقه الاضعف في هذا القطاع تاع النقل والتنقل في مدينه الدار البيضاء هما الطاكسيات. اشنو رايك في هذا الشيء؟ وحنا كنا كنقولوا من زمان ماشي دابا، وان كنا كنقولوا ان الدول اللي كتحترم نفسها يعني كدير التنقل وكدير الصحه وكدير شعبها. وكنا كنقولوا خص يكون طوبيس، يكون تراموا، يكون هو هذا الشيء جاي، ولكن ما كاينش الاشراك المهني. وخير دليل ان كاينه واحد اللجينه ديال السير والجوانب كتجتمع كل 6 شهور، ما فيهاش مهني، ما فيهاش مهني، وما فيهاش الناس ديال السلامة الطرقية، المفروض يكونوا، حيت هما اللي عارفين البلانينغ ديال الأمور، خبايا ديال الأمور، هما اللي عارفين مثلا هاد الزنقة درناها ممنوعة، راه خص مهني يعرفوا راه دارت ممنوعة، غادي حتى ندور على اليسار، المهنيين حيت كيزاول، ماشي هو كيسوق 10 دقائق ولا. راه يوزر راه ماشي تفاجئوا حتى دير ليه من الدور عليه من الدور عليه. والاضافه لان هذا بالنسبه لهذ الوسائل ديال النقل الجديده غياب التشوير، ما كاينش كاع التشوير مدينه الدار. لو كان شنو الاثر السلبيه اللي على المدخول ديالكم اليوم المادي
بالنسبه لهذا واش يكون شي تاثير ولا لا، ولا ان المجال مفتوح في مدينه الدار البيضاء مدينه هو كبيره وكذا. هو مدينه الدار البيضاء بالحجم ديالها ومازال كتزيد توسع، اولا خص قطاع سيارات الاجره يدير اعاده الانتشار، ما نتسناوش حنا ناس اخرين اللي دير لنا تسمح مثلا الخطوط مفروض حنا اللي نفكروا فيها اعاده الانتشار، وهي مثلا نتوما اللي تقلبوا على الاماكن اللي فيها الخصاص. اللي خصنا نقلبوا طبعا ساعات المهنيين السائق المهنيين هما اللي خص الطاكسي هو اللي خصو يقلب، هو اللي خصو يمشي للبلايص اللي يهز الناس فيهم باش نعاود من نبقاو نتسناو حنا الحافله ولا نوع ديال النقل الاخر اللي غيدير هذيك الخدمه يديرها قطاع ديال السيارات، لا الصنف الاول ولا الصنف الثاني حنا ما خصناش نفرقوا، لانه يعني كيبقى طاكسي طاكسي قد ما كنفرقوا قد ما ماشي في صالحنا، قد ما كنرجعوا للور كنتعطلوا في المشروع ديالنا ديال التنميه اللي كل شيء داعي ليه لا من صاحب الجلاله الا اخر واحد في الشعب المغربي. سي عبد الحق شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.